و30 دقيقة معكم نحن نونسو فيكم حتى للحداش متاع الليل. بتبع مرحبا بكم يمكن كنتوا قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا ولا على الغاديو ميد تونيزي.com. مازلنا نحكي في عديد المواضيع اللي اخترناهم الليلة باش نحكيو على مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في حراك 25 جويلية. دونك أي دور لعبت وسائل التواصل الاجتماعي؟ معنا بتليفون مدربة القدرات الذاتية هيلا بن فراج. عسلامة هيلا، مرحبا بك معنا على غاديو ميد. مساء الخير أمان، مساء الحرية لشعب تونس العظيم المتابعين على راديو ميد. يعيشك، مرحبا بك معنا هيلا. دونك هيلا فلا نحكيو على موضوع مواقع التواصل الاجتماعي. الأيامات اللي فاتت كما نعرفوا شفنا دي باج، معناها هي اللي معناها عملت دعوات للتجمعات والاحتجاجات اللي صارت نهار 25 جويلية والحراك اللي صار نهار 25 جويلية. إلى أي حد هيلا مواقع التواصل الاجتماعي تنجم تأثر وتنجم تخلي زيادة المواطن أنه يوصل صوته؟ يعيش كامل، نشكرك على الموضوع المدينة هذية. في البداية نحب نهني شعب التونسي بعيد الجمهورية، العيد اللي هل علينا يعني بحلة جديدة في 2021، وحمل معاه أحداث ومفاجآت تصنع التاريخ ويخلي العالم الكل يتحدث على شعب تونس العزيز. يعني فرحة ما عشناهاش منذ 10 سنوات، وهي تويكة فرحة كبيرة كما قاعدين نشوفوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. أمل نحب نرجع لك السؤال سؤالك بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره على الحراك اللي صار في 25 جويلية. نعرف الكل إنه وسائل التواصل الحديثة عندها تأثير كبير في العالم ولا في تونس، صار ليها دور كبير في تكوين وتأثير زاد على الرأي العام بصفة عامة، وعندها قدرة رهيبة جدا في انتشار الخبر وفي التعبئة. والقوة هذه، قوة المواقع، هي قوة المعلومة، قوة نشر المعلومة، قوة التأثير، وقوة صنع الهدف، وقوة الوصول للهدف بأقل وقت ممكن وبأحسن درجة. نرجع بك أمل 2011. مواقع التواصل الاجتماعي في 2011 لعبت دور كبير زادة في تونس، هو إسقاط النظام السابق اللي هو إسقاط نظام بن علي. وفي ميلي زادة في انتخابات 2014 وقت اللي فاز الباجي قد التبسي الله يرحمه زادة بالانتخابات. وأخيرا في 2019 انتخابات زادة اللي عرفتها تونس وساهمت في صعود الرئيس قيس سعيد. الحراك اللي صار الكل في مواقع التواصل الاجتماعي كان نابع من شعب وكان نابع من شباب بكل تأكيد، يعني فما أشخاص هما اللي حركوا على مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم عندهم غايات وعندهم أهداف أكيد يحبوا يوصلوها. لكن النقطة الأساسية هوني إنه المرة هذه كان فما اختلاف جذري كبير برشا. كيفاش؟ في مواقع التواصل الاجتماعي حتى لما دعاوا للحراك في 25 جويلية 2021، احنا نعرفوا اللي احنا في نعاني في وباء قاتل ورائحة الموت يعني في كل مكان. نلقاو شباب ينادي على مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج لمطالبة بحقوقهم وحرياتهم رغم الوباء هذا، يعني انهم خرجوا يواجهوا في الموت، يعني ما هربوش من موت بيدو. ولكن النقطة المهمة اللي شدت انتباهي انهم يدعيوا لا للتخريب لا للتكسير، يدعيوا انها تكون مسيرة سلمية. يحبوا معناها فما مطالب يحب يوصلوها، عندهم حاجات يحبوا يوصلوها للمسؤولين. صحيح، لهنا نحب نشكر الشباب لانه كان شباب واعي، وهذه الطريقه اللي ديما نحطوا فيها عندنا باش نستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقه الايجابيه واللي تنفعنا. يعني احنا شفنا قبل شباب حب يتكلم، وقع قمع حتى برشا، والدليل زاد انه وقع صد العديد من المرات على المدورين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بيدو يفض من حرية التعبير كما نعرفه. وإحنا عندنا مطالب والشعب عنده مطالب وعنده الحق باش يطلب ويرفض اللي صاير، لأنه الأحداث الأخيرة اللي واقعة في تونس والمهزة اللي قاعدة تصير والظرف الاقتصادي الصعيب والظرف الاجتماعي وغلاء المعيشة وانتشار الوباء وكذلك المطالبة بالتعويضات اللي زادت التين بلة، لو أن الشباب هذا المشهور
ما خرجش وما شاركش في المسيرة يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني. كانت يعني المكان أو المتنفس متاع العديد من التوانسة اللي حبوا يوصلوا أصواتهم. هلا وحيد هذه هي هو المتنفس الوحيد اللي عند الشعب التونسي. خرجوا رغم باش يطالبوا بحقوقهم لأنهم عارفوا البلاد ماشي للهاوية. زيد أنه رغم الحكومة الفاسدة بجميع المقاييس دعاوا لسقوط هذا النظام الفاسد وحل البرلمان اللي كما شفنا يعني ولا مرقع للسراق والخونة والباندية ولا عبارة حلبة لتبادل العنف اللفظي والمادي. زاد في تسليط العنف ضد المرأة واستغلال المناصب لبيع الدولة وخيانتها. هذا الكليكة تحت قبة البرلمان واحنا الشعب التونسي العزيز ذي اللي عمل ثورة يعني حرية وكرامة أصبح العالم يضحك عليه. لكن الشعب التونسي عنده قيمة وعنده كرامة فضل إنه يموت يموت بكرامة. خرج للشارع وطالب حرية طالبوا إنهم يشوفوا حل. عندنا أمل في رئيس إنه يشوف لنا حل. عندنا أمل في مستقبل جديد لتونس. احنا شفنا مؤخرا وانتم ما زاد بيتكم يا امل كنتوا من الاوائل اللي نشرتوا الاخبار كيفاش عدنا صغيرات عدنا اطفال يحرقوا من الحر عبر 10 سنين سنه ابتدائي شقل بحر هي واخواتها وعائلتها. يعني يعني تونس مشيت للهاويه ما عادش نجموا نتنفسوا. السياسه اللي عملوها سياسه تجويع الشعب وتفقير الشعب ومديونيه الشعب في بالهم اللي تونس شعب يشعر بالهزيمه ولا يسلم. هما ما يعرفوش تاريخ تونس. تاريخ تونس راهو عليسه تاريخ تونس اكيد تحيه اكيد لتونس ديما تونس البلاد اللي نحبوها وبلادنا اكيد اللي نعزوها. هلا معناها مواقع التواصل الاجتماعي صحيح هي كانت النقطه اللي اللي معناها بداوا فيها بدا فيها حركه 25 جويليا من بعد معناها بعد ما صار مسار القرارات نتاع رئيس الجمهوريه فما حاجه اخرى تولي نلوموا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي فما أخبار دور بالغلط. هذه الحاجة اللي ما لازمناش نصدقها ما لازمناش ننساقوا وراء الأخبار الزائفة والإشاعات زادة اللي دور في مواقع التواصل الاجتماعي وديما ناخذوا المعلومة من المصدر متاحها. أحسنتي أمل. احنا شقلنا مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين. كيما فما احنا قلنا اغلبيه راهم مؤيدين لكن ديما فما من كما نقولوا يبحث في المياه الراكده. فهمتني؟ فما بالعاند اللي يحب يشوه مثال المسيره فما شكون يحب يسقط اللي قاعد صاير. باش نغزروا بالناحيه الايجابيه اولا امل شفنا الفرحه اللي في الفيسبوك رانا كنا نعزيه وكنا نشموا في ريحه الموت في كل بلاصه وما زالت هي الكورونا هي لا معناها باش نبداو بحين راهو الكورونا ما زالت والارقام ما زالت طالعه والوفيات بالمئات ما زالت موجوده. معناها هذه الكورونا ما زالت معناها موجوده في البلاد. صحيح الكورونا ما زالت رغم انه الموت يدور الا انهم تحداو. علاش؟ لانه شعب يحب يعيش بكرامه. ما نقولكش انا نعيش. علاش هو اللقاح موجود وين اللقاح؟ الدول كل ضعفت اللقاح. احنا نستناو في اللقاح واللقاح ما فماش. الاعلام بيدو قاعد يموت. الشباب قاعد يموت. اطفال قاعد تموت. احنا 12 مليون في تونس حاروا فينا. نهار كامل ناخذوا في المساعدات. نهار كامل تونس ولات تتسول بعد عزه وغلانا. شنو هي تونس 12 مليون المساحه الصغيره هذه في 10 مليون نورمالمون راهي من اغنى الدول. بالعكس احنا وقع تفقيرنا وهذا اللي دفع الشباب ودفع الحراير ودفع اش خلى الجيش انطق. قال احنا اقسمنا على حمايه هذا الشعب. هيك عليك تحب نبلغ تحيه كبيره دفع لشعب تونس اولا وكذلك لجيش الأبي والأمن والشرطة والناس الكل. أكيد تحية للتوانسة الكل. أكيد توا في 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 الظروف هذه هلا معني شنو النصائح اللي نجموا نقدموها أون جينيرال خاصة فيما يخص كما قلنا الأخبار الزائفة اللي ما لازمناش ننساقوا وراها. شنو المطلوب اليوم متوانسة؟ الأهم حاجة الوعي بعدم التأثير بكل ما ينزل ولا يروج على صفحات الفيسبوك. هذه أهم نقطة.
لأنها فترة حاسة باش تكون كل مستقبل تونس نقطة تحول. لزمنا كيما بدينا كل شيء سلمي ما نمشيوش ونتبعوا ونطيحوا في فخ التفريق بين الشعب، بين بس الفتنة للتكسير للتهميش. شوفوا الرئيس عمل علينا وقيت احنا توا باش نعملوا اللي علينا، خاطر من شوفوا من ننشروش اي حاجه تجي قدامنا الا ما نثبتوا فيها، خاطر نجم تخرج اشاعات نثبتوا من مصدر المعلومه الصحيح. المصدر منين؟ من الاعلام. هذه هي المصدر من الاعلام الصحيح. زيده معناها فما معناها فما بريس دي بريس الكترونيك مالوروزمون معناها ماهمش معترف بهم، معناها ما همش هما اللي تاخذ من عندهم المعلومه، فما المصادر نتاع رئاسه الجمهوريه، فما الاعلام اللي يعطيك المعلومه الصحيحه واللي في وقتها هذوكم لي سورس اللي تجب تاخذ من عندهم المعلومه. يا امل نحب نشكرك شكر كبير على النقطه دي. احنا تطور احنا سامحني مش الاعلام الكل، انا بالعكس ما راني ما نجمعش، عندنا برشا اعلام عار. تونس تعيش في حدث تاريخي وقنوات واعلام اخرى تبط في مسلسلات تبيع في الماعون، يعني مهزلة. وزيد حتى طويكة، احنا رانا محايدين، لكن زيد طويكة تخدم في فئات معينة. علاش؟ راي طول قبل الأحزاب وقبل الانتماءات وقبل كل شيء. كل نجدنا اليوم نتجند وأعلام سياسيين أكيد الكل في مصلحة بلادنا إن شاء الله، اللي يكون معناها إن شاء الله يا ربي بناء ديما صحيح لبلادنا، وإن شاء الله يا ربي بلادنا من حسن إلى أحسن. هلا خليلي كلمة الختام تفضل. يعيشك يا أنا. في كلمة الختام نحب نقول نشكر الرئيس قيس سعيد ونشكر شباب وأحرار تونس والجيش والسلك الأمني، ونقول لكم تونس راهي أمانة بنديكم حافظوا عليها. ونحن معاكم ونساندوكم، وكان الزمن جندوا معاكم من أجل هذا الوطن، لا للتفرقة لا للتكسير لا للنهب. نحافظوا على ممتلكات تونس، نتحدوا كلنا قلب وروح وعطاء من هذا من أجل تراب تونس الغالي رغم يدوم حال. واضح. فتحية تونس رغم المحن. واضح. نحب نقول أي تفضل هيلا تفضل. حرة مستقلة أبد الدهر. تحية تونس وعاش تونس للأبد يا رب. مرحبا بك معنا هيلا، شكرا لك على تدخلك معنا اليوم. هيلا بفرج مدربة قدرات ذاتية، نحن راجعين معكم بعد شوية مكملين بالموسيقى.